خمس حاجات مهمين جدا في الوقت اللي هتختاري فيه شريك حياتك. أول صفة هنهتم في اختيارها، يعني هندقق فيها، طريقة معاملة شريك الحياة مع أهل بيته، لأن دول جزء منه، وانتي في يوم من الأيام هتبقي يعني حتى لو انتوا متجوزين عن حب، فهيحصل بعد كده حالة تعود، يعني احتمال كبير ان ممكن الحب يقل او يختلف بعد الجواز، فهتبقي انتي كمان من ضمن اهل بيته، ف دي حاجة لازم ندقق فيها جدا. تاني حاجة ممكن نتكلم فيها هي الخناق. ما تخافيش ابدا من قصة الخناق في الفترة بتاعة الخطوبة او في الفترة بتاعة الارتباط، لان الخناق زي ما بيقولوا بيبان فيه بقى مين هيتحمل التاني، مين هيصبر على عيوب التاني، مين هيقدر يستمر في العلاقة. زي ما بيقولوا كده، في مقولة دايما بتقول ان الخناق بيقوي العلاقات المتينة وبيقطع العلاقات الهشة، فالخناق ما تخافيش منه، لان الخناق بيبين معادن الناس، خصوصا الشخص اللي انت هترتبطي بيه، فدي حاجة تعتبر حاجة صحية، لان مفيش علاقة في الدنيا بتفضل زي ما بيقولوا كده يعني هادية وجميلة، لان اكيد في وقت من الاوقات هيحصل ما بينكم خناقة ولو بسيط، لان الحياة كده كده اصلا فيما بعد الجواز او كده اكيد هيحصل بعض الخناقات، بس الفكرة في انك انت تقدري تختاري شريك يفهمك، يحتويك وقت الزعل، يعرف يصالحك، يعرف يرضيك، يمتص غضبك، ما يعملش الحاجات اللي بتضايقك، وهكذا. انت كمان تقدري تتقبلي العيوب بتاعته، تقدري يعني تتعاملي معاه، تقدري تستمري معاه، تقدري تحسي معاه بالأمان، وهكذا. في برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي عايزة اقولها، ما تعتمديش تماما على الحب، لان الحب اوقات كتير جدا بيبقى قبل الجواز حب رومانسي اللي هو دباديب والجو الجميل اللي احنا اللي اي بنت في الدنيا بتبقى نفسها تعيشه او نفسها تجربه، بيختلف كتير بعد الجواز، لان اوقات كتير هو الجواز طبعا مودة ورحمة، وبتبقى علاقة جميلة جدا ما بين اي زوجين، بس الفكرة بانك لما تختاري شريك حياتك ما تركزيش جدا على، يعني ما تعتمديش تماما على قصة الحب، لو في عيوب مثلا انتي مش متقبلاها، لان اوقات كتير ممكن الحب ممكن يتغير وينتهي مع التعود، لان اوقات كتير بيحصل تعود وبعدين بتظهر العيوب اللي كان يعني فترة الخطوبة او كده الحب عميكي عنها زي ما بيقولوا، ما بتقدريش تستمري بعدين، او العلاقة ما بتقدرش تستمر من ناحيتك او من ناحية الطرف التاني، فلازم تبقي برضو بتفكري بقلبك وبعقلك الاتنين مع بعض، لان حاجة واحدة ما ينفعش ان انتي تعتمدي على حاجة واحدة. غير كده تحاولي ان انتي تفكري الشخص دوت هتقدري، لو عنده عيوب معينة، طبعا كل الناس كل شخص في الدنيا عنده عيوب وعنده ميزات، بس الفكرة في ان الشخص ده يبقى ميزاته ايه وعيوبه ايه، او هل ميزاته اكتر من عيوبه ولا عيوبه هي اللي اكتر من مميزاته، هل انت هتقدري تتقبلي ده بعدين، هل انت هتقدري تتقبلي ده كمان 20 سنة، لان في حاجات كتير بتتغير مع الوقت، في حاجات كتير بعد الجواز ممكن تتغير، بيحصل تعود، بيحصل انبهار كبير اللي بيبقى حاصل في بداية العلاقة عن طريق الحب، او في بداية الحب زي ما بيقولوا، بيعميكي عن حاجات كتير انتي مش شايفاها مثلا في الشخصية. حاولي ان انتي تشوفي ايه العيوب وايه الميزات، طبعا ميزات اكيد كل شخص هتلاقي برضو فيه ميزات زي ما فيه عيوب، بس المهم ان انتي تتقبلي العيوب دي وتقدري ان انتي تتعايشي معاها، وتقدري تحاولي تسألي نفسك انتي، هل انتي بعد 20 سنة ان شاء الله بإذن الله ما تستمروا مع بعض، هل هتقدري متقبلة العيوب دي؟ تتعايشي
تعيشي معاها ومش هيبقى في اي مشكلة. يعني مثلا لو عنده مشكلة بخل، بخيل، كذا 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 كذا. طبعا في بعض يعني في بعض العيوب عادي احنا ما بنقولش عليها حاجة، لان ما فيش شخص خالي من العيوب. وطبعا يعني مطلوب منك ان انتي مثلا لو قبل العلاقة، ما بتكلمش في الناس اللي هي بعد العلاقة بعد الجواز، لان دي المطلوب منهم انهم خلاص بقى انهم يحاولوا يتأقلموا مع بعض عشان يتجنبوا موضوع الانفصال، خصوصا لو في اولاد. احنا بنتكلم دلوقتي على الناس اللي هي لسه مقبلة على موضوع الارتباط او موضوع الخطوبة او كده. ازاي يعني، لان في بعض الناس اسألوني انتي ازاي تسألي يعني تختاري شريك حياتك. زي ما قلتلك، حاولي ان انتي تسألي نفسك العيوب اللي فيه، هل انا متقبلة بعد فترة طويلة من الوقت. يعني تخيلي كده ان انتوا عايشين مع بعض، وان انتوا قعدتوا مع بعض 20 سنة، وكل واحد فيكم خلاص بقى شايف عيوب التاني، البخار بتاع الحب ده خلاص. يعني هو اكيد طبعا بيكون فيه مودة ورحمة، بس ما بتكونش بنفس الصورة اللي هي بتاعت الخطوبة والدباديب والرومانسية والجو اللي بيبقى، لان بتبقوا انتوا برضو بعاد عن بعض، فلسه ما احتكيتوش ببعض قد كده، فما بيكونش فيه تعود. فبعد كده بيحصل حالة تعود. يعني في ناس كتير قوي بتشوف عيوب هي ما كانتش شايفاها في الشخصية قبل كده. حاجة مهمة جدا طبعا، من ضمن الحاجات الأساسية اللي لازم تختاريها، ان الشخص ده يكون قريب لربنا، لان هو لو مش قريب لربنا يعني اكيد مش هيتقي ربنا فيكي. علاقته مثلا بأهله عاملة ازاي، علاقته بربنا عاملة ازاي، هل بيرضي ربنا، هل بيصلي، لان الحاجات دي مهمة جدا. يعني معروف ان لو شخص مش قريب لربنا اكيد مش هيديكي، يعني مش هيتقي ربنا فيكي، ومش هيبقى فارق مع اي حاجة. بس فهي دي الفكرة. غير كده كمان في حديث شريف، النبي بيقول تخيروا من انفسكم فان العرق دساس. فانت يوم ما هتختاري حاولي تختاري شخص يكون يعني صالح، يكون انسان كويس، يكون انسان يتقي ربنا بيكي، يكون كريم معاكي، يتعامل معاكي باسلوب سوي، ما يطلعش عقده عليكي، ما يكونش قاسي معاكي، يعرف يديكي حقوق. انت اكيد طبعا برضو لو لقيتي شخص كويس اكيد انت كمان هتديله كل حاجة كويسة، وهتديله حب ورعاية واهتمام واحتواء وحاجات كتير. اصلا ما فيش انسانة في الدنيا هتلاقي شخص كويس ويحبها وشاريها بيتقي ربنا بيها الا هي كمان برضو هتديله نفس الحاجات دي. فحاولي برضو بقدر الامكان ان انت تختاري انسان يكون قريب لربنا، تقي ربنا فيكي، تقدري تتقبلي عيوبه، تقدري يعني في يوم من الايام لو بقى اب لاولادك تتباهي بيه قدام ولادك، لان انت مسؤولة عن اختيارك من دلوقتي، من قبل الجواز، لأب لأولادك. فدي حاجة مهمة جدا، وبعض الحاجات العوامل المهمة جدا في اختيار شريك حياتك. يا رب أكون قدرت أفيدكم في حاجة ولو بسيطة كده، لأن دي برضو من ضمن الأسئلة اللي اتسألت لي، حبيت إن أنا أفيدكم.